أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من قد التحدي. ضيف حلقة اليوم تميز بملاعب كرة القدم الفلسطينية وتألق مع الأندية المحلية ومنتخبنا الفدائي، غير أنه ابن عائلة رياضية بامتياز. عشاق كرة القدم الفلسطينية أطلقوا عليه العديد من الألقاب مثل مايسترو خط الوسط أو صاحب التسديدات الصاروخية. تعالوا معي لنرحب بضيف حلقتنا لليوم. اهلا وسهلا فيك كابتن. اهلا وسهلا فيك. اكيد بدي ارحب فيك بوجودك معنا بحلقه جديده من قد التحدي. اهلا وسهلا فيكم، متشرف اكون معك. كابتن، المعروف انه انت ربيان بين عائله رياضيه، ان كان عمك او حتى اخوك، برضه زوجتك بتشتغل بالاعلام الرياضي، خبرني قد ايه هالشيء اثر على مسيرتك الكرويه. انا ربيت زي ما حكيت بعائله رياضيه، انا عمي كان السبب الرئيسي في يعني توجهي لكره القدم، واخوي مدرب في المنتخبات، واخوتي حتى يعني لعبوا بس مش كانوا يعني بشكل احتراف، ولعبوا هوايه يعني وما كملوا، توجهوا للتعليم. انا يعني الوحيد اللي توجهت للفوتبول، كانت كل حياتي يعني كره قدم. وطبعا لما تعيش في بيئه رياضيه، يعني زوجتي انا صحفيه رياضيه ومصوره، وانا عرفتها عن طريق الفوتبول يعني هذا كان دافع كبير انهم يتفهموا ظروفي وحياتي وسفري وانك تكفي بهالمجال وتبدع اكثر. كان في دعم منهم يعني، من ابوي وامي تحديدا كان لهم دور كبير بحياتي. ومن هنا بلشت يعني، وان شاء الله ان شاء الله بتقدر يا رب تتوفق بجميع خطى حياتك بهالمجال. اكيد خلينا نبلش. جاهز لتكون قد التحدي لليوم؟ ان شاء الله جاهز. خلينا نبلش. كابتن اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا وسهلا فيك. خليني اخبرك شروط اول فقره من البرنامج. عندنا باول فقره حنوجه لك 10 اسئله من جمهورك. هالاسئله بحال انت اعتذرت عن الاجابه عن احد هدول الاسئله حاعطيك بطاقه صفراء، تمام؟ هالبطاقه الصفراء بتحمل معها تحدي. هالتحدي طبعا مفروض عليك من قبل فريق الاعداد. كل شيء تمام؟ تمام. خلينا نبلش مع اول سؤال لليوم. مين هو النادي اللي بتعترف انه ظلمك خلال مسيرتك الرياضيه؟ الحمد لله في كل الانديه اللي لعبت فيها ما شعرتش، بس حاسس يعني شعرت بتقصير من ناحيتهم، مع انها يمكن اجمل فتره بحياتي كانت في هلال القدس. بعتقد انه الهلال يعني من الانديه اللي ما قدرنيش صح. يعني الاجابه هي هلال القدس. هلال القدس. خلينا نشوف السؤال الثاني. من بين كل المدربين يلي دربوك، مين بتعتقد كان الأسوأ؟ وكل مدرب له يعني أسلوبه وله شخصيته وله فكره، يعني مدارس كثيرة يعني هي المدربين. مدرب يعني ما استفدتش منه نهائيا، يعني ما فيش، يعني فينا نحكي في الافضل وفي شوي ممكن نحكي مش الافضل منه، فخبرني مين كان مش الافضل. يعني انا تدربت مع واحد في نادي الامعري برازيلي، هو بصراحه يعني ما استفدتش منه شيء. ما حسيت انه ضاف لك شيء؟ ما فيش، ما شعرتش انه عنده فكر مثلا ممكن يقدم لي اياه، او اني استفدت منه خلال الموسم طلعت له بمعلومه. شو اسم المدرب؟ فينا اسمه حليم مش عارف حليم ايش، بس هو كان في الامعري فتره يعني نص موسم هو اللي كان معنا. بعدها اجى الكابتن حامد زكي واستلم كمل ورا. السؤال يلي بعده، بما انه زوجتك صحفيه رياضيه وانت برضه لاعب رياضي، فبتشوف انه ممكن يكون في تقصير من ناحيه انشغالاتكم بحق اطفالكم؟ يعني بصراحه مرت شوي يعني بتحاول توازن، وانا طبيعتي يعني متفهم شغلها ومتفهم طبيعة عملها. الأوقات اللي بكون فيها مثلا تقصير بشعر انه هو مش تقصير، يعني مرات بكون الاشي اجباري يعني منها، انه عندها شغل والتزامات، فاذا انا ما كانش علي تمارين، ما كانش علي مباريات، فبحاول انه يعني انا اكون قاعد مع الاولاد. بحال انا عندي اشي وهي عندها اشي، امي مرات يعني بتكون قايمة في هذا الدور او امها هي. شو كان شعورك وقت كان اخوك هو مدربك؟
طبعا هو اصغر منك. صحيح، هو الناس اللي بتعرفوش انه هو اصغر مني، انا كنت احكي هاي المعلومه. فلما يعني اجى يضرب الفريق اللي انا كنت فيه، الناس كانت تفكر انه هو الاخ الاكبر الي، وانه كيف بصيح علي وبوجهني وبعطي تعليمات. فهو بصراحه شيء غريب يعني انه يكون اخوك الاصغر منك كمان مدربك، وانت كنت لاعب منتخب وكنت يعني تلعب في درجة مثلا في دور المحترفين. فهو دربنا طبعا في الاحتراف الجزئي. بصراحة يعني أنا يعني هذا الشخص بيعجبني طموحه واشتغل على حاله من هو صغير. يعني هو ما كملش في الفوتبول زيي، توجه لعالم التدريب بدري وقدر يحصل على أعلى الشهادات يعني في الاتحاد الآسيوي، سواء السي والبي والاي، وحتى دورات اللياقه البدنيه هو معه من اعلى الدرجات في اللياقه البدنيه. ننتقل للسؤال يلي بعده، يلي بيحكي انه بتعتقد انه مستوى اللاعبين بيتناسب مع اجورهم ورواتبهم في فلسطين؟ يعني نظرا لانهم رواتبهم مرتفعه اكثر من الدول المحيطه فينا نحكي. يعني هو ولا انا بالنسبه لي، يعني لانه اللاعب عمره قصير، يعني لازم يكون حاله، سواء اذا كان يعني اذا كان محترف خصوصي يعني عايش من وراء الفوتبول. بس بعتقد في مبالغ يعني مبالغ فيها كثير يعني، بس انه اللاعب يصل مثلا لرقم عالي لسه احنا يعني بدري على هذا الحكي. سؤال تاني بيحكي، نادي فلسطيني ما لعبت معه بس ممكن انك تلعب معه بالمجان. انا لو الظروف تسمح لي بصراحة، انا من الناس اللي بحب نادي شباب الظهرية جدا، لو الظروف تسمح لي او انا قريب عليهم فيش عندي مشكلة العب معهم ببلاش. يعني تختار نادي الظهرية؟ نادي شباب الظهرية. لا تفدي بهيك شغلة طبعا. صحيح. اوكي، طب خلينا نشوف السؤال يلي بعده. لو يرجع فيك الزمن لآسيا 2015، مين اللاعب يلي ما بتنصح انه يشارك بالبطولة؟ في ثلاث لعيبة سافروا معنا على كأس آسيا وكانوا خارج القائمة النهائية للمنتخب. راح اختار أليكسس نصار وماتياس حدوة. نادي مستحيل انك تلعب معه؟ واد النيس. برضه سؤال آخر بيحكي، ما هي قيمة عقدك الجديد مع جبل المكبر؟ باص. ما فيك تجاوب عليه؟ ما في. احنا هيك عم نتعمق شوي بخصوصيتك بهالسؤال، بس بتعتذر عن الإجابة؟ أنا راح أعتذر عن هذا السؤال. طيب بما أنك حتعتذر، مثل ما خبرتك من قبل حتكون معك البطاقة الصفراء، وهالبطاقة بتحمل تحدي لإلك، حابب تعرف شو هو هذا التحدي؟ ليش لا، نعم وجاهزين. حاليا معك فرصة انك تسدد 5 اهداف على العارضة، بس مش حتكون الطريقة طبيعية ابدا، حتكون طريقة مختلفة تماما، ومن قبل انت ما سجلت غالبا بهالطريقة، بس حابة افاجئك بمنطقة التحدي كيف حتكون الطريقة. جاهز؟ جاهز. يلا. كابتن، اول شيء يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. خبرني كيف كان شعورك تحديدا انه الارض كان عليها قطع بلاستيك لنوضح للجمهور، وكانت مغموره بمي وصابون. يعني هو شيء جديد وغريب، وبصراحه يعني صعب انك تسيطر على حالك وتأدي الحركه بالطريقه اللازمه، بس كفكره يعني شيء جديد كان ممتع بنفس الوقت وصعب. طيب بما انه هلا تبهدلوا كل اواعيك، صار وقت قبل ما ننتقل للوكيشن الثاني تغير، تمام؟ تمام ان شاء الله. يلا كابتن، هلا صار وقت اسئله الفقره الثانيه. الفقره الثانيه طبعا هي اللي بتحمل البطاقه الحمراء بحال انت اعتذرت عن الاجابه عن احد الاسئله. تمام نبلش فيها. يلا. اول سؤال بيحكي، هل انت راضي عن مسيرتك الكرويه حتى هاللحظه بنسبه 100%؟
نعم. تنصح ابنك خالد يحترف كرة القدم ويتفرغ لإلها بشكل كامل؟ لا. لو بنتك تيا قررت إنها تصبح لاعبة كرة قدم في فلسطين، حتوافق أو لا؟ لا. هل المنتخب الفلسطيني حالياً بيحتاج هشام الصالحي؟ لا. نادي أبناء القدس تعرض للظلم التحكيمي في مباراته الفاصلة ضد مركز طول كرم موسم 2017-2018؟ نعم صحيح. أوكي، بما أنك لحد هلأ ما أخذت البطاقة الحمراء، حننتقل للفقرة يلي بعدها. الفقرة يلي بعدها حتكون تخيير ما بين شغلتين، وأنت حتختار شغلة واحدة بدون تبرير أي سبب. أول تخيير بيحكي تتأهل مع ناديك الأم سلواد لدوري المحترفين أو تشارك بطولة التحدي 2014. أتأهل مع سلواد. ثاني خيار اللي هو تسجل الكرة اللي سددتها أمام الأردن 2015 أو تلعب مباراة واحدة مع المنتخب بكأس آسيا 2019. لا، تسديد اللي سددتها ضد الأردن ب 2015. 2015. بعد الاعتزال تصبح مدرب للمنتخب الفلسطيني أو مدرب لأحد الأندية الأوروبية؟ المنتخب الوطني. بتفضل تلعب جنب فهد العتال أو أحمد كشكش؟ فهد أنا لعبت معه، كشكش. أحمد كشكش. آخر شيء، الأقرب لإلك من أبنائك خالد أم تيا؟ يعني هو بدون تبرير، بس هذا سؤال صعب. يعني فيش، مش صعب أجاوبك عليه، مش عارف. يعني ما حتختار واحد منهم؟ لا. بما انه انت مجبور تختار واحد منهم وما حتجاوب او ما حتختار، فحضر اني اعطيك طبعا البطاقه الحمراء على اخر سؤال. تمام. هالبطاقه الحمراء مثل العاده قلت لك انها بتحمل تحدي، ححكي لك شو الخيارات يلي موجوده معنا. اول شيء عندك تحدي مهن اخرى، انك تقوم بمهنه بعيده عن كره القدم. ثاني شيء معك تحدي تمارين رياضيه، انك تقوم ببعض التمارين الرياضيه فريق الاعداد يلي بيفرضها عليك. ثالث شيء معك تصريحات وأقوال، إنك تنشر تصريح معين حنفرض عليك برضو إحنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فيك تختار واحدة من هدول. أكيد راح أختار تمارين رياضية. تمارين رياضية. طيب بما أنك اخترت تمارين رياضية، حخبرك شو التحدي حيكون. التحدي حيكون إنه أنت حتقوم بتحدي مع شخص معين. عندك فكرة مين هالشخص؟ لا، مش عارف مين، بس جاهزين. اوكي، الشخص حيكون هو اخوك لؤي الصالحي. حتقوم انت وياه بتسديد اهداف على حاجز صد، تمام، وحيكون على كل حاجز صورتك وصورته، يعني انت حتسدد على صورته وهو حيسدد على صورتك. تمام، ممتاز. هيك جاهزين. خلينا نروح على اللوكيشن الثاني. كابتن هشام، خبرني كيف كان التحدي يلي عملته مع اخوك. انا بصراحه فكرت شيء اصعب من هيك بدك تعطينا. بس تفوقت عليه، يعني انا في التحدي. طبعا اول مره يمكن بجمعك تحدي مع اخوك تحديدا. صحيح، اول مره يعني انا يعني مع تحديدا تفاجأت انه لؤي الخصم تبعي، فتفوقت عليه. اوكي، بما إنه وصلنا لنهاية حلقتنا، أول شيء بدي أقول لك إنه عن جد شرفتنا وشكراً على وجودك، بما إنها كانت الحلقة كتير ممتعة معك. أنا سعيد جداً إني معاكم وبشكرك وبشكر الطاقم اللي معك، وهذا شرف لي إن أكون موجود معك. بنهاية كل حلقة ضيف حلقتنا بقرر إنه يتحدى ضيف حلقتنا الجاي. مين حتتحدى للحلقة الجاي؟ أنا راح أتحدى أخوي وصديقي خلدون الحلمان، لاعب شباب الخليل. إذا خلدون الحلمان حتكون ضيف حلقتنا الجاي، هل حتكون قد التحدي أو لا؟